طيب أنا عايز أختتم بقصة نجاح. هي جت بالصدفة، عرفت إن إحنا معانا أحد الشباب اللي حضرتك ساعدته، وده بالصدفة الحقيقة. أنا مكنتش أعرف إن هو موجود معانا النهاردة. أحمد مختار، برحب بيك، أهلا بيك. أهلا وسهلا بك. استكمالا لكلام حضرتك مستر عصام، فعلا أنا جاي مع الأولاد، جايين من المدرسة اللي هم يكونوا موجودين. فوجئت إن معالي وزير الشباب والرياضة أستاذ أشرف صبحي اللي هو موجود، وأنا كنت متخيل اللي هو وزير التربية والتعليم، ودي حقيقة فعلا. وقلبي من ساعتها عمال يدق، عايز أقول له أنت سبب نجاحي، ربنا يخليك، وأنا فعلا بحبك في الله، لأني أنا وصلت لحاجة عمري ما كنت أتخيل أوصلها. طب احكي لي بقى قصة النجاح دي، ادينا الأمل، احكي لنا قصة إيه. كانت صدفة، أشرف بيه صبحي كان في نقاش مناقشة إحدى الرسائل لصديق شخصي ليا من إحدى الدول، والتقيت بيه بالظبط دقيقتين، وقال الكلمتين اللي هم قالهم دلوقتي: أسس شركة واشتغل واعمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية وربنا يكرمك. وديت فعلا كان الكلام دوت في 2021. اللهم لك الحمد، النهاردة عندي فرعين، كل فرع 8000 متر ميني كلوب كامل بدعم سيادة الوزير. ويعني أنا بحبك والله العظيم، أنا بحبك بجد. وفعلا أنا ما أعرفش اللي أنت كنت هتبقى موجود، بس في حاجة، أنا اتصورت معاك صورة، الصورة دي النهاردة موجودة في مكتبي الحمد لله. كل كباتن مصر شافوني وأنا متصور مع معالي وزير الشباب والرياضة. طيب قولي نجحت إزاي؟ أنا خريج لسانس حقوق 2005، ومش ده التوجه بتاعي خالص، كان توجهي عادي خالص زي أي حد عايز يتجوز ويعيش وحياته تبقى طبيعية، اللي هو اللي بيجي بيتصرف بس، مش أكتر ولا أقل. الفكرة عجبتني جدا وقلت مجال جميل، وفي يوم من الأيام هقابل معالي وزير الشباب والرياضة وأقول له أنا نجحت. لا يعني غير ختام للحلقة، بيسموها يو ميد ماي داي. يعني أنا بشكرك جدا لأن اديتني طاقة إيجابية كبيرة جدا. يعني حضرتك اللي السبب بعد ربنا في اللي أنا فيه، عشان محدش يستقل، محدش يستقل، مش عايز إلا 50% بس من الربح يعني. أنا بس في فكرة فين أنا فين أنا في فكرة فين وعايز أكمل فيها، بس أتمنى يكون عن قرب. عايز أطور الموضوع، ومش عايز حاجة من وزارة. اللي انت عايزه، لا اللي انت عايزه احنا معاك، عايز ازود، عايز ازود اماكن وفروع، وعايز اخرج بره الفرعين اللي انا فيه. شيماء عشان هي موجودة طبعا، استاذة نجوى وكيلة وزارة كبيرة، تمام، اديها تليفونك. ويعني انا معرفش الكارير اللي انت عايز تزود فيه ايه، بس مع مكتبي و هو كارير النشاط الرياضي. انا اول فرع فتحته نادي ميني كلاب، نادي صغير يعني. اول فرع كان 4000 متر فين؟ في حدائق الأهرام. دلوقتي الحمد لله أنا مشهر في اتحاد السلة، والنادي باسمي، باسم ابني المختار. المكان ابتديت ملعب ميني فوتبول وكرة قدم وبادل تنس فقط. النهاردة عندي 18 لعبة على مساحة 8000 متر في الشيخ زايد، الحمد لله يا رب العالمين. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. نلتقي وهنديك إن شاء الله إمكانيات كويسة تساعد نفسك وتساعدنا إن شاء الله. أشكرك جدا، وأتمنى حضرتك تفضل تدعمنا دائما. لا دايما. شكرا صحيح. جدا معالي الوزير، شكرا عصام بيه. اشكرك، شكرا، اشكرك، نورتنا، والف مبروك، الف مبروك، قصه نجاح. بص يا دكتور، الشباب الموجود، الشباب اللي بيتفرج، محتاج يثق في نفسه، ومحتاج يجتهد، ومحتاج يعمل ريسيرش زي ما حضرتك قلت علشان ينجح. النجاح مش صعب. العباقره الحمد لله نجح، تعبنا بس في الاخر نجحنا، بدليل ان حضرتك ما بتحبش تروح تحضر مقابلات وحوارات، ولكن بتحب تيجي استوديو العباقره، وده شرف كبير لينا. شكرا دكتور اشرف صبحي، نورتنا في استوديو العباقره. شكرين. ودايما منورنا. شكرا. واسمع من حضرتك كلمه اخيره نختم بيها لقاء النهارده. لا انا سعيد جدا باللقاء، سعيد جدا، انتوا نموذج ممثل لشباب كتير بيشترك في برامج العباقره وليس برنامج العباقره، واسر واعمار سنيه مختلفه. الحقيقة رسالة ماس كوميونيكيشنز أو إعلام مفتوح ل يعني شباب مصر،
أنا سعيد بهذا الحوار المفتوح اللي يعني كان كله من القلب للقلب، وحوار مفتوح على الدولة المصرية مجسدة في أحد قطاعاتها الشبابي الرياضي، إيه اللي بيتقدم من خلال هذا العمل وهذا البرنامج. يمكن استضافتي اليوم مش استديو وبرنامج، لكن هو مشروع بنتكلم فيه عن فكرة ومشروعات الحقيقة بطاقة الشباب ومن الشباب إلى الشباب. كل التوفيق، والحقيقة الصدفة البحتة النهاردة أني أسمع أحمد وأسمع قصة النجاح وأنه هو جاي مع أولاده، دي كيس ستادي أو دراسة حالة حضرتك قلتها النهاردة من خلال هذا البرنامج الناجح لفلسفة العباقرة وتحديداً ريادة الأعمال. ويعني بنقول لشباب مصر يعني دايماً بالتوفيق، اخدم نفسك لبلدك، وأبداً ما تخليش حد يشكك ذاتك في ذاتك وذاتك في بلدك، أو حد يشكك في بلدك، لكن هي كلها تحديات، والتحدي نسبي نسبي، أنت نفسك تحدي والدولة عندها تحدي، وكلنا مع بلدنا وسعيدين جداً بكل ما يقوم به الشباب المصري. شكراً دكتور أشرف صبحي، بشكرك وبشكر الشباب اللي نورنا النهاردة، حوار جميل جداً استمتعنا بيه. أجمل ما فيه إن إحنا سمعنا عن قصص كفاح، اتكلمنا عن مبادرة ممكن تتحقق، وبالتأكيد في مبادرات تانية ممكن تتقدم، وهو ده النجاح الحقيقي. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نورت وشرفت برنامج العباقرة. شكرا. بشكرك يا فندم. شكرا.